اليوم راح يكون على الجيران. نزلنا للشارع باش نسقسو نسو ونشوفو اذا في رايهم الجيران مازالهم يتلاقاو ويتعاونوا بيناتهم في المناسبات الدينيه كيما زمان ولا لا لا. تبعوا معنا. على بالنا بلي رانا خلاص داخلين على العيد الاضحى ان شاء الله. عندنا موضوع اليوم على الجيران. قولي لي اذا راكي تشوفي الجيران في هذه المناسبات الدينيه كيما العيد سورتو مازالهم كيما زمان في العيد هكا يتعاونوا بيناتهم يذبحوا كيف كيف؟ احنا مازال عندنا تتواصل في البلاد. احنا راني جايه من غردايا. الله يبارك الله يبارك فيك. ما تكملي نحيو كاع ناس غردايا اللي يشوفوا فينا ونقول لهم صحه عيدكم. ربي يعيشك. مازلنا كيما زمان نذبحوا كيف كيف نتعاونوا. مازالت هذيك البنة تاع زمان يعني هي ما تبدلتش. سي بور سا ماذا بينا توجور يا لو كان تكوني في الخارج وتولي لبلادك على جال هذيك البنة تاع العيد. صح قعدت هذيك البنة تاع العيد سي فغي. مازالهم يتلموا احنا عندنا في حومتنا مازالت هذيك البنة تاع العيد يجي نتلاقاو كاع في السطاح الرجال يذبحوا يحطونا الدوار نغسلوها من بعد اللي ما عندوش اللي ما ذبحش يمدولو. قعدت توجور هذيك الرحمه بيناتهم الحمد لله. نسمعوا بلي الناس واحد اخرين كاين مشاكل يقول لك نهار كامل ما يشكو قطعه الرحمه هذه. لا لا مازالت الرحمه يعني نقدر نقولوا انت عندك جيران مازالكم متفاهمين مازالكم تلاقاو الحمد لله ولا الحمد لله فنلقاوهم في حاجه المليحه وحاجه الدنيا. شوفي اختي ابارامون الجيران تبدلوا مامش كيما بكينا بوغ موا. شوفي صح بالك يتلاقاو يذبحوا سي بون لو فات لي يذبحوا ما كاش كل واحد يغلق بابه سي بون ماشي كيما بكري بالك لو كان بون باب الواد حنا هكا انا هكا نشوف مي باب الواد عندي دار ماني نحبط لدار ماني يتلاقاو الجيران. مي حنا الحومه تاعنا نشوف جيران باسكو الجيران ما يتبدلوا معناتها الجيران تاع الزمان راهم يرحلوا لي يرحلوا معناتها كاع الجيران دونك بالكم بعد يجوا جداد واحد ما يعرف الاخر واحد ما يعرف واحد معناتها تبدل الحاله. بسم الله الرحمن الرحيم. حنايا في الوقت الحالي هذا تاعنا حنا مازالت بيناتنا هذا الموده مازلنا مشاركين بعضنا بعض في كل شيء بصح الا في جهه واحده اخرى هي في الحق نقصت شويه هي ماشي كيما كانت زمان بصح في الوقت الحالي مازال الحمد لله مازال شويه تاع خير ومازال كاين على شويه على جيرانك في العيد هكا تخرجوا تلاقاو كاع كيف كيف؟ الحمد لله حنايا مع الجيران تاوعي لا نتلاقاو نذبحوا نتبادلوا الحلوى نشوا مع بعض. او بالك لي جون في تاع الجيران كاع يجوا لعندك تويلهم كيفاش ينقوا الدواره؟ لا 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 ما هاني جون في في الحي تاعي لا جون في كاع راحوا كاع تزوجوا بقينا غير حنا الكبارات بصح مازالت بيناتنا هذيك الموده مازلنا بحال نشاركوا بعضنا بعض هكا في الذبيحه اللي جون تاوعنا ولادنا اللي ما عندوش يمدلوا اللي عنده نمدوا لبعضنا بعض اللي ما ذبحش نمدوا له. مش ممكن يديروا كيما بكري ديجا العائلات ما راهمش يتفاهموا والوغ الجيران كيفاش تحب يتفاهموا جون بونس با. مازال شويه في الغربه بيتيتر بالسيف عليهم يكونوا متحدين. اذا نقول واش باش نثبت ونبين انا نقول باللي هاد العادات العريقه اللي نحتفلوا بها في العيدين تاوعنا العيد الصغير والعيد الكبير انه هذيك الروح الجماعيه ما بقاتش انه كل واحد شغل يحدي باغيه ليه والجارو يبقى العيد ما اسماه من عيد هو العيد الحج والحج عرفة وعرفة لله يعني كما نقولوا في العالم الاسلامي مليار وما يزيد العيد ولا كومون ديراج النظره تاع العيد تغيرت تماما. علاش؟ باسكو النزعه الانفراديه الانديفيدياليزم با او توب يعني دوك ليغويست نفسي وما كاينش كيما اعظم من سعاده العيد وحدا محرومين على بعضنا ما نعرف الا جاري عيد ولا راهو هنا ولا ما كانش اوتوماتيكمون بالك حنا عندنا اللي ما ذبحش يكون عنده اكثر من اللي ذبح يعني اللي ما ذبحش
تلقاي كامل الناس تتفكروا بأوتوماتيك واللي ذبحها وعنده. ما ننساوش ثاني هذه مناسبة باش نتفكروا فيها الفقير اللي ما يعيدش يعيد معانا. باش ما نحسوش بلي هو ما عندوش ولا حاجة. كاين بزاف اللي يتعاونوا ويديروا له كبش. هذه تصرى بزاف، ماشي غير واحد، ماشي غير زوج. يعني يبقى الجار عزيز ديما ويبقى توجور يعيد معانا يشاركنا هذيك الفقرة. ومرحبا بك إلا حبيتي تجاونينا احنا تيتاني. بالك او كونترير تلقاي جيرانك، بالك كاين اللي ما يكونوش لتما يجوا غير في هذه المناسبه. سي اون اوكازيون باش تلاقاو فيها، باش تذبحوا كيف كيف، باش تديروا دواره كيف كيف، تنقوها كيف كيف. كاينين مام هذيك لي سي لوكازيون وين واحد ما يكونوش يتهضروا بيناتهم، سي لوكازيون في العيد هذيك، هذا يترحم على هذا يعطي الجار، وهذا تلقاي هذيك كاش نفهم، تلقاي هذيك اللمه، تلقاي هذيك فوالا، وهذاك هو سي لو بلوز امبورطون. نقدر نقولوا مازال الجار كيما بقي، مازال ترحمه في القلوب. مي كي نحبط لدار ماني جينا نقدم كاع يتلاقاو كاع يتلموا، كل واحد يقول صحا عيدك سي بيان سور. مي حنا انا نشوف يذبحوا سي بون، كل واحد يغلق بابه. بالك في الحومه هذيك وسمو الجوز نورمال، معناتها مور سلات وكذا، مي سمحي لي تبدلوا الجيران وما ولاوش كيما بكري. هذا واش نقدر نقول لك؟ هكا في الفطور كي نديروا فطور نعرضوا مازلنا نعرضوا في ما نقدروا نقولوا في هذه المناسبه، خاصه الجار اللي بالك ما لحقش ما ذبحش، ما يحسوش جيرانه الاخرين بهذاك الشيء، ما خلوش يحس بذاك الاحساس باللي مسكين هو بحال ما عندوش. لازم هذيك الفرحه نقسموها معاه هو. مثلا نقولوا واحد بعيد على مالي، فاللي كنا يعرفوه كيما ولادي ولا هكا، نجيبوه يعيد معانا، يحس باللي راه في وسط العائله تاعو، مش بعيد على العائله تاعو، نخلوه يروح فرحان كيما كي شغل عيد مع العائله تاعو. مي في الامريكان باغ اكزومبل وين نسكن مازالهم كومام يتلاقاو، و بالك يلقاوها اوكازيون باش يتلاقاو، باش هذا ما كان، خاصه انكم كاع تكونوا في الغربه، بس شغل الضروره تحسوا بالعيد. فوالا ويحبوا باش يزونكوراج الاسلام ايتر سبريد يو نو امونغ ذا كوميونيتيز، مسلم كوميونيتيز. واش نقول لك، هذه هي المودرنيزم اوسي، ماشي غير خاصه للجزائريين، كاع نحيوا كاع الناس الغربه اللي راهم يشوفوا فينا، نقول لهم كاع صحه عيدكم، وخاصه الناس اللي راهم في ماريكان وسورتو نيويورك. ونحيي جيراني تاع هنايا، جيراني اللي كحبابي، وكي يشوفوا الناس اللي يعيدوا الجيران، شوفوا الكبش تاع هذوك يعيدوا، هذاك يعيد بصح بلا ما نتقاربوا، بلا ما نتواصلوا، بلا ما يعني نديروا قاعده هكذا، يا ما شاء الله نوصيو بها، نستبشروا بالخير، نتكلموا، نقولوا كلش، يعني كانه الجار العيد هو عيدي، والعكس العيد الحقيقي في حي كامل، مش غير عند الجيران، حتى الحي، يعني تشوفي واحد التواصل وكذا، بهجه وسرور وافراح. ولكن يحزنني ان نقول انه اذا زادت هذه الامور، نقول هذيك هذه الو صباح الخير عمو، صحه عيدك، لاباس، هذا است ميساج يقولوا باش هو ما يروحش لعمو، وعمو يفهم روحه يقعد في بلاصتو.